السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بأخير الاحوال. اليوم نهار جديد، يعني فيديو جديد. اليوم شارك معكم في الجرده، ما شاء الله داكشي كبر، وبغيت نشارك معكم الناس اللي جبوهم الجرده لي فيديوهات يقولوا ندير في الجرده. المهم هذا المدنوس، المدنوس تبارك الله راه ولا شي تينوض، يعني شكل يعني كما كتشوفوا. هنايا حب رشاد، يعني صافي ما بقاش يعني ورق حب رشاد، ولا غادي نديرو تعطي الحبوب، يعني ولا تيبس داك الحبوب ديالو غادي يبسو وبقى نستخدمهم ان شاء الله كحبوب. هنايا اوبس، هنايا عندي البصله كما كتشوف، عندي كامله بصله بارتي ديال البصله. وهنايا في هاد لابارتي عندي فيها الباربة كما كتشوفوا. صراحة الباربة هنا هي زوينة عندهم في ليدل، يعني كتكون مسلقة، يعني مسلوقة ومنقية فيها كل شيء. هنا هي مازال الوقت مطيشة، مازال ما ناض. المهم كما كتشوفوا راه عندنا هنايا سخون الحال، راه سبحان الله داك الاسبوع الماضي طاحت الشتاء والتغييرات دغيا تجي في الغرس. هنا عندي الخس كما كتشوفوا، شي لابارتي ديال الخس ما شاء الله راه كبر. وهنايا خلاص هاد السفته هي مطيشه. وهنايا عندي الكرب، انواع الكرب الابيض والكرب يعني البنفسجي، سلطات. وهاد الجهه عندي الفلفله، كاينه الفلفله حاره والفلفله حلوه، وتما كاين الفول ان شاء الله تبارك الله ما شاء الله. خص غير الشميشه والغرس. نوريكم الجهه الاخرى. المهم هنايا عندي البسباس كما كتشوفوا، البسباس هنا راه ما شاء الله غادي ينوض. عندي تما الخس كما كتشوفوا، الخس راه يعني كثير تبارك الله. عرفتي راه القزبور ما عرفتش انا ولا صفر، ما عرفتش ما فهمتش علاش. المهم تما المعدنوس راه القزبور، المهم هاد لابارتي راه مازال ما قديت فيها حتى شي حاجة ان شاء الله شوية د الوقت. جينا هاد لابارتي ديال اللوبيا كما كتشوفوا، اللوبيا يعني خضرا ما شاء الله راه بداتو كتكبر، ضروري خصها الما هادشي ما كاين. هاد لابارتي تاع الكرب، المهم الغرس، الغرس ضروري ضروري خصو الماء 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 الماء، واحد ما يعيش لواحد. ها هو يعني القوق ما شاء الله تبارك الله راه ناهض. خبركم راه راه كتكون قناريه فاش تكون صغيره، راه فاش يكبر تبارك الله صافي تيولي قوق. القوق القوق انتوما القوق مع راسكم. ايوا يا سيدي القوق صراحه تيعجبني انا في الطاجين مع اللحم، يا سلام. المهم اكثر النطا تيعجبوه مع اللحم طبعا. المهم الباتي ديال تبارك الله ديال النعناع خليت انا اسيدي، عفوا غير النعناع المغربي النوع الاخر حيدته، لان هذاك صراحه تيحتاج للبرد، انه بحال شكل هو في ليو يعني في بزاف. كما كتشوفوا هذه هذا ديال الفريز. المهم الفريز راه ما بقى والو غادي يمشي، المهم صراحه واحد ما تيسخاش بيه، ولكن صفر الوقت ديالو غدا واش تمشي. المهم كما كتشوفوا الناس الاخرين يعني راه غير زين تبارك الله. عرفتي راه المهم المهم اجنبي اخرين تيديروا خط يعني في خط، يعني تيقادوا داكشي بالمسطره. ايوا حنايا غير انك ميزانك. المهم هاد الشجره ديال الخوخ هي الصراحه ديال الخوخ، ولكن ما عطاتش هاد العام ما عرفت علاش. نشرب لكم شجرة الزيتون، شتو شجرة الزيتون؟ أو الب... أجي يقولوا لي بعدا راه درت هذا الباب ونجياك باش تعرفوا، مي تنبان هنايا. هالو شا، المهم هذا الباب ونج تنقول نتسناو نحيدو هكاك ويبس. المهم مازال ما عرفتش نشوف الخص هنايا. ايوا شتي هاد الاطراف دايرين الموسيقى ديالهم.
وهذا الخس هنايا. قلت لكم الخس الكحل، كاين الخس الكحل، كاين الخس هذا، وكاين خس شي ثلاثه انواع ديال الخس. المهم انا نوريكم القزبر، معف ولا صفر، شتي القزبر ولا صفر ما عرفتش واش ضربت فيه الشمس بزاف ولا الله اعلم، حيت راه جات واحد الرعده الاسبوع الماضي. المهم دويرة في الزلطة. المهم الحمد لله، راه يعني منين كتكون يعني الشتا بزاف و الحمد لله كتعين تولي الخضرية، ولكن هنايا غير تتولي هذاك الوقت ديال الخريف صافي تيمشي كلشي، تيقولش كلشي تيجمع حوايجو تيغطيه كدوز الصيف. المهم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر في احسن الظروف، وشكرا للتواصل ديالكم شي اخوات، الله يجزيهم بخير. بيني واحد الاخت اسماء ديما ديما كتبعني لي كومونتير، اخوات بزاف، واحد الصديقه ديالي من ايطاليا الله يجزيها بخير، واحد الصديقه ديالي هنايا في المانيا تنوجه واحد التحيه كبيره بنت مدينتي. وتنتمنى ان شاء الله القاكم في احسن ظروف، وتنشكر الناس اللي تيدعموني وتيشجعوني تيقولوا استمري ما تنهزميش، الحمد لله وشكرا لله. نتلاقى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.